رمضان كريم على كل متابعين قناة كوك تيفي على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وخبر جديد. حمرة نارين بيوتي ونور ستارز وديدايتز من دون أي شك صارت محققة نجاح كتير كبير وشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والدليل على ذلك أنها حققت نسبة مبيعات كتير كبيرة، حيث طلع سولد أوت في محلات من بينها المحل الموجود بدبي مول. فهيك كانت ردة فعل ديدايتز لما اكتشفوا هالخبر. هذا ستاند ميبيلين بمول اوف ذا اميرتس، وحمرتنا الوحيدة اللي اوت اوف ستوك، ما ضل منا ابدا، فشكرا لكل اللي اشتراها. حتى هون هاي، حتى هون ما ضل منا. ياي. فبما انه الحمرة ليميتد اديشن فاحتمال كتير كبير انه الحمرة تخلص، فبسرعة لحقوا لتشتروا اذا بدكم تشتروا. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.